المعلومات الشاملة والمفصلة عن عنصر السيزيوم. السيزيوم يعتبر من المعادن النادرة، يتميز لونه الأبيض الفضي اللامع مع خطوط طيفية رائعة باللون الأزرق. اشتق اسمه من كلمة سايزيوس، وهي كلمة لاتينية تعني السماء الزرقاء. يعتبر السيزيوم أكثر المعادن نعومة مع قوام مثل الشمع في درجة حرارة الغرفة. سيذوب في يدك بسهولة إن لم ينفجر أولا، لأنه سريع التفاعل مع الرطوبة. يتكون عنصر السيزيوم بشكل طبيعي على الرغم من أنه يكاد لا يتواجد بمفرده. حسب مختبر جيفرسون فهو يتواجد برفقة العديد من المعادن. للسيزيوم كثافة تساوي ضعف كثافة الماء، ويتميز بليونته الفائقة. حقائق حول السيزيوم: عدده الذري 55، رمزه الذري CS، الوزن الذري 133، الكثافة 1.086 أوقية لكل بوصة مكعبة، أي 1.879 جرام لكل سنتيمتر مكعب. الحالة في درجة حرارة الغرفة صلب. نقطة الانصهار 28.4 درجة مئوية. نقطة الغليان 671 درجة مئوية. عدد النظائر الطبيعية نظير واحد. يوجد أيضا على الأقل 39 نظيرا اصطناعيا أنشئوا في المختبر ولا يوجدون في الطبيعة. النظائر الأكثر شيوعا هو السيزيوم 133، نسبة توفره في الطبيعة 100%. تاريخ اكتشاف السيزيوم: السيزيوم هو أول عنصر يكتشف باستخدام مطياف، فقد اكتشف في سنة 1860 من قبل الكيميائيين الألمانيين روبرت بنسن وغوستاف كيرشوف أثناء تحليلهم طيف المياه المعدنية وفقا لموقع ويبليمنتس. نفذت أول التطبيقات العملية للسيزيوم في عشرينيات القرن الماضي وفقا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي. استخدم السيزيوم في الأنابيب المفرغة لإزالة آثار الأكسجين المتبقية بسبب طبيعته في الترابط مع ذرات الأكسجين وكطبقة على الكاثودات الساخنة لزيادة التيار الكهربائي. في العقود اللاحقة ظهر المزيد من الاستخدامات للسيزيوم، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية ومقاييس الطيف ومحفزات للتفاعلات العضوية. أدت التكلفة المرتفعة للسيزيوم والشعبية المتزايدة للتقنيات المماثلة والرخيصة باستخدام معادن قلوية أخرى إلى تقليل التطبيقات التي يستخدم فيها السيزيوم. فالسيزيوم معدن قلوي جنوبا إلى جنب مع الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم والفرانسيوم. المعادن القلوية عالية التفاعل ولها إلكترون واحد في غلافها الخارجي ولا تتكون بحرية في الطبيعة. ووفقا لموقع Chemical Elements تتميز هذه المعادن بمرونتها الفائقة وأيضا بقدرتها الجيدة على توصيل الحرارة والكهرباء. هل تعلم أن السيزيوم دقيق بشكل لا يصدق في ضبط الوقت ويستخدم في الساعات الذرية؟ فتعرف الثانية رسميا على أنها الوقت الذي تستغرقه ذرة السيزيوم لتهتز 9192 مرة بين مستويات الطاقة. تفقد الساعات الذرية القائمة على السيزيوم ثانية واحدة لكل 100 مليون سنة. دقة متناهية. السيزيوم هو أحد المعادن الأربعة السائلة عند درجة حرارة الغرفة أو بالقرب منها. العناصر الأخرى هي الزئبق والغاليوم والفرانسيوم وفقا لموقع شيميكول. ووفقا لنفس الموقع شيميكول أيضا، يتوافر السيزيوم في القشرة الأرضية بنسبة حوالي 3 أجزاء في المليون من حيث الوزن، وفي النظام الشمسي بنسبة 8 أجزاء في المليار من حيث الوزن. السيزيوم هو العنصر 50 الأكثر شيوعا في القشرة الأرضية وفقا لموقع Periodic Table. السيزيوم من العناصر سريعة التفاعل ويتحد بسهولة مع العناصر الأخرى وخاصة الأكسجين وغازات أخرى وكذلك اللافلزات وفقا لموسوعة بريطانيكا. نظرا لتفاعل السيزيوم العنيف مع الماء، يتم التعامل معه على أنه مادة خطيرة ويحتفظ به غالبا تحت طبقة من الكيروزين أو الزيوت المعدنية أو في الفراغ لمنعه من التفاعل والإشعال بسبب الرطوبة في الهواء. وفقا لموقع encyclopedia.com،
يتفاعل السيزيوم أيضا بعنف مع الكبريت والفوسفور، الأحماض والهالوجينات كالفلور والكلور والبروم واليود والاستياتين. تنتج النظائر المشعة من السيزيوم من خلال طريقتين، في محطات الطاقة النووية عن طريق انشطار اليورانيوم في قضبان الوقود، وعن طريق انفجار الأسلحة النووية وفقا لوكالة تسجيل المواد السامة والأمراض. وفقا للوكالة الأمريكية للبحث الجيولوجي، هناك ثلاث طرق لعزل السيزيوم من بقية المعادن. أولها الهضم الحمضي، أي إذابة المعدن في الحمض ثم فصل الأملاح، وكذلك عن طريق الهضم القلوي، أي تحميص المعادن مع خليط الكالسيوم أو الصوديوم لاستخراج مركبات السيزيوم ثم عزل أملاح السيزيوم. وكذلك الطريقة الثالثة الاختزال المباشر، بتسخين خام المعدن مع الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم في الفراغ لفصل معدن السيزيوم غير النقي. وفقا للنتاج، يتعرض البشر والحيوانات باستمرار إلى كميات ضئيلة من السيزيوم عند تناول الطعام والتنفس والشرب، في حين أنه من غير المحتمل أن يتعرض الناس لآثار صحية ضارة بسبب السيزيوم. فإن التعرض للسيزيوم المشع أو بعض مركبات السيزيوم يمكن أن يتسبب بأضرار صحية، بما في ذلك الغثيان والإقياء والنزيف وتلف الخلايا. البحوث الحالية، تجري حاليا دراسة استخدام السيزيوم في علاج عدة أشكال من السرطان، بما في ذلك أورام المخ، وفقا لدراسة نشرت في عام 2016 في دورية The Journal Frontiers in Surgery. يستخدم السيزيوم 131 وهو نظير مشع للسيزيوم، مع اليود 125 وهو نظير مشع آخر، في تكوين بذرة العلاج الإشعاعي الموضعي. وفقا لجمعية العلاج الإشعاعي الموضعي الأمريكية، فإن بذرة العلاج الإشعاعي الموضعي هي جراب مشع يوضع مباشرة داخل النسيج السرطاني. وقد ثبت أن بذور الإشعاع العلاج الإشعاعي فعالة في العديد من أشكال السرطان، بما في ذلك سرطان الرحم وسرطان عنق الرحم. تشير الدراسة المذكورة إلى دراسة سابقة نشرت سنة 2014 في دورية Journal of Neurosurgery. في تلك الدراسة كان هناك مجموعة من 24 مريضا يعانون من أورام المخ، وقد زرعت بذور السيزيوم 131 الخاصة بالعلاج الإشعاعي الموضعي داخل الأورام. كان هناك آثار جانبية ضئيلة، ولكن بشكل عام اكتمل العلاج على نحو جيد. بينما لا تزال هناك حاجة لبحوث أكثر لفهم المزيد عن طبيعة العلاج، فقد أظهرت جميع الدراسات حتى الآن أن استخدام بذور السيزيوم 131 في العلاج الإشعاعي للقضاء على الأورام السرطانية أمر مشجع. يقول مؤلفو الدراسة التي نشرت سنة 2016 أنهم واثقون من أن الدراسات المستقبلية ستؤكد على الأرجح هذه النتائج الأولية الواعدة من العلاج الإشعاعي الموضعي القائم على السيزيوم من أجل العلاجات المستقبلية للانبثاث الدماغي.